السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة معانا خط الصفايات. أنا كنت عامل هنا الجرجور أهو اللي هو 4 بوصة، وخط الاتنين بوصة ده أنا عامله صفايات، تمام؟ فالصفايات عندنا إيه؟ الخط ده زي ما أنتوا شايفين كده، أنا خدت كوع 45 في 45، تمام؟ وأدي معايا هنا الخط ماشي جلبة 2 بوصة، أدي الصفاية الأولى 2 على 2. طبعا المسافه هنا عندي مش كبيره قوي، فعملت 3 صفايات. ادي الصفايه الثانيه، تمام، وادي الصفايه الثالثه هتركب في المكان ده، تمام. وبرده انا عامل بقى ميزه ان انا ايه، مجمع الخطين على بعض. ادي خط ال2 بوصه اهو مع خط ال2 بوصه اللي هناك، فكده بقى احنا ايه، عاملين 3 صفايات وعاملين خط ال2 بوصه هيجمع مع بعضه الاثنين ملحومين مع بعض. مجمعهم الصفايات، ان ال3 صفايات اللي في النص متجمعين على الخط. لا قدر الله في سدد في خط من الخطين، الخط الثاني ياخد ويرد معاك ويشتغل معاك فيه. فكده احنا شغالين على الخطين، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.